يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمنافسات الكونفدرالية الإفريقية بمسماها الحالي للمرة الرابعة في تاريخه خلال نسخة 2023-2024، ويستهل الفارس الأبيض مشواره القاري بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ32 للكونفدرالية، حيث يخوض الذهاب في تنزانيا غدا السبت. اثنان وثلاثون مباراة خاضها الزمالك خلال مشواره في الكونفدرالية خلال ثلاث نسخ سابقة، فاز فيها في 18 مباراة منها وتعادل في 7 وخسر في مثلهم، وسجل نجوم البلانكو 53 هدفا وسكن مرمى الفريق 27 هدفا. وخاض الفريق منافسات الكونفدرالية في 2014-2015 وبلغ نصف النهائي، و2017-2018 وودع المسابقة من دور الـ32، ثم التتويج الثمين باللقب في 2018-2019 على حساب نهضة بركان المغربي. الفارس الأبيض يستهل مشوار الكونفدرالية أمام أرتا سولار الجيبوتي من أجل تتويج ثان باللقب وقطع خطوة أولى نحو النجمة الإفريقية الرابعة عشر في تاريخ النادي.